يعطيكم العافية. إن شاء الله راح أشرح لكم تشابتر 11 السكشن السابع اللي هو إيش إمبروبر إنتيجرال. إيش يعني إمبروبر إنتيجرال؟ اللي هو إيش التكامل المعتل. إيش يعني التكامل المعتل؟ هو بيكون في اعتلال عن طريق أرقام. أول إشي خلينا نحكي كيف يعني إنه إيش سبب الاعتلال أو كيف بيجي هذا الاعتلال، وبعدين نحكي كيف بنحله. على سبيل المثال أول إشي بالاعتلال هذا بيكون رح يكون في التكاملات المحدودة، تمام؟ أول طريقة إنه بالاعتلال إنه تكون أحد حدود التكامل إيش يعني العلوي أو السفلي موجب أو سالب ما لا نهاية. يعني على سبيل المثال لو حكيت لك تكامل من ثلاث لما لا نهاية، هذا أعرف إنه في عندي إيش اعتلال عند الما لا نهاية هون، تمام؟ أحد هاي الشغلة. الشغلة الثانية انه يكون ايش عندي، اللهم صل على سيدنا محمد، اصفار المقام اذا كانت من ضمن صف ضمن هاي الفترة. على سبيل المثال ابسط سؤال هيك يكون من سالب واحد للواحد، واحد على اكس دي الاكس، تمام؟ بطلع على صفر المقام هون، لازم يكون له يعني بسطه مقام حتى يطلع صفر، او انه مثلا السيكن تحولها واحد على كوساين، او التان تحولها ساين على كوساين، او هذا الاشي يعني بهاي الصورة. هون ايش صفر المقام اللي هو صفر، اذا انا عندي اعتلال وين؟ عند الصفر، تمام؟ هاي الشغلة. ثالث شغلة انه ايش يكون عندي ثلاث لين. لين الما داخله بيساوي كم؟ صفر. كيف هذا بدي اساوي؟ بروح بجيب اللي داخله وبساوي بالصفر. مثلا لو كان عندي الليمت اللين قصدي لإكس ناقص واحد بتساوي ايش، بروح بعمل بمسك الإكس ناقص واحد وبساويها بايش؟ بالصفر. ايش يعني إكس بتساوي واحد؟ اذا انا عندي اعتلال عند الوين؟ عند الواحد. على سبيل المثال يعني خلينا نشوف اكزامبل مو يعني كيف طبيعه الاسئله اللي بتيجي على هذا الاشي. اول اشي مباشر ممكن يجي يسالك السؤال البسيط، بحكي لك يعني انه حدد لي يعني باسئله تضع دائره او اسئله يعني عاديه، يحكي لك حدد لي وين الاعتلال، يعطيك مجموعه تكاملات، يحكي لك مين من هذول مش مين منهم امبرابر ومين منهم مش امبرابر، تمام؟ فحكينا بهاي الحالة شو بنروح نعمل؟ أول شغلة بنتطلع حدود المالا نهاية، وبنتطلع إذا كان له مقام أو بتحول لأنه يصير عندي مقام، وبنساوي مقامه بالصفر، تمام؟ بشرط إنها تكون من هاي، أو إذا كانت عندي اللين، تمام؟ إذا كانت عندي اللين بساوي اللي بداخلها بالصفر. يعني لو جينا أخذنا الإكزامبل هذا البسيط يعني والسريع، حكينا من صفر للمال نهاية إكس زائد واحد، هذا عندي إيش الاعتلال؟ في إمبرابر ولا مش إمبرابر؟ كيف اروح بحدد هذا الاشي؟ اول اشي حكيت انه في حدود التكامل موجب مال نهاية او سالب مال نهاية، اذا هيها موجب مال نهاية، اذا هذا امبرابر. طيب الشغلة الثانية في لين؟ لا ما فيش لين. طيب في اللهم صل على سيدنا محمد مقام؟ ما في مقام، فعشان هيك ايش اللي عند الامبرابر اللي هو ايش؟ المال نهاية، اذا هذا الاقتران امبرابر، تمام هاي الشغلة. طيب تمام. ثاني شغلة اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، لو جيت حكيت لك يعني مثلا على سبيل المثال ناخذ كمان مثال اثنين، تكامل اكس زائد ثلاث مثلا على سبيل المثال على اكس ناقص زائد واحد، ايش بروح بعمل بايش يعني من شوف حدود التكامل واحد لتسعة، تمام؟ من واحد لتسعة اول شيء بشو بروح بحكي؟ فيها حدود ما لا نهاية او موجب ما لا نهاية او سالب ما لا نهاية؟ اكيد لا، تمام؟ طيب هاي شغلة. ثاني شغلة ايش بروح بسأل حالي السؤال؟ اصفار المقام، في مقام؟ تمام. ايش اصفاره؟ بمسك المقام اكس زائد واحد بساوي صفر، اذا اكس بتساوي سالب واحد. هسا هاي السالب واحد من ضمن الحدود التكامل اللي هي من صفر لواحد؟ لا، فعشان هيك ايش بصير الجواب؟ انه هذا مش امبرابر، فبكامله تكامل عادي بكل سهولة. هاي الجزء الاول يعني من هذا الموضوع. ثاني شغلة انه ايش يجي يحكي لي؟ يجيب لي تكامل على سبيل المثال نشوف الاكزامبل الثاني، يجيب لي تكامل تمام في امبرابر وبطلب حله. كيف راح نعالج هذا الاشي؟ هسه بنشوف. على سبيل المثال لو حكيت لك تكامل من واحد لثلاث، تمام؟ واحد على اكس ناقص واحد ايش؟ دي الاكس. تبع معي بالشرح. اول شغله حكيت لك لاي تكامل كيف ببلش التكامل له؟ اول اشي تحدد انه امبرابر ولا مش امبرابر. كيف؟ طلع حدوده في واحد موجب مال نهاية وسالب مال نهاية، حكينا هنا لا، تمام. في لين؟ لا. في اصفار مقام؟ ايش بروح بحكي؟ اكس ناقص واحد بتساوي صفر، اذا اكس بتساوي واحد، اذا مين عند الامبرابر؟ اللي هي الواحد.
إذا هسه كيف بدها تصير المعالجة؟ بفرض إنه الواحد إنه الليمت يعني مكان واحد إنها L وبحسب الليمت عند L. كيف يعني بصير الاقتران؟ تمام. الليمت لما X أو L يعني أعطيني مسمى بس ما بدي أحط X. ليش؟ عشان ما يصير نفس الإشي. الليمت لما L خلينا نأخذ الرمز L أو X أو Z أو أي شيء بتحبه أنت. لوين؟ وين الاحتلال عندي؟ عندي الواحد. فبعدين بحط التكامل، مكان الواحد بحط L ومكان هذا عادي، الباقي الأشياء بكملها عادي X ناقص واحد. تمام. هسا الواحد هو من جهة اليمين ولا من جهة الشمال؟ يعني هسا شو يعني من جهة اليمين وشو يعني من جهة الشمال؟ من جهة اليمين يعني إنه الأرقام الصغير كثير والقريبة للواحد، يعني مثل زي كيف 1.00001 هذا رقم ومن الواحد من جهة اليمين هذا بعوض. طيب إذا كان من جهة اليسار 0.00999 لآخر شيء تسعات، يعني إنه بيكون قريب من الواحد. بدي أفهمك شغلة، إذا كان من تحت حطه من اليمين وإذا كان من فوق حطه من الشمال، إنه لعشان هيك. تمام. هسا إيش بصير الأوردر أو إنه كيف بصير طريقة الحل؟ عادي، بحكي ليمت لما L حتقول للواحد من اليمين إيش تكامل هاد لين X ناقص واحد مطلق من وين؟ من L للثلاث. إيش هسا بصير عندي الحل مباشر؟ ليمت لما L بتساوي واحد، عوض تعويض مباشر لين الثلاثة ناقص واحد اللي هي الاثنين ناقص لن الكم لن ال ناقص واحد ال ناقص واحد. تمام. فعشان هيك هسا ايش بصير شغلة؟ بعوض الواحد بتصير يعني ال ناقص واحد يعني لن الاثنين ناقص كم بتعوض الواحد بتعوض الواحد واحد ناقص واحد لن الصفر، ولأن الصفر كان بيساوي ما لا نهاية. يعني إيش صار الجواب عندي؟ ما لا نهاية. تمام. هسا بدي أحكي لكم شغلة. هسا إذا حسبنا هذا التكامل، هذا التكامل كيف طبيعة السؤال أو كيف بيجي عندك؟ بحكي لك حدد لي إياه إنه كونفيرج أو دايفرج. زي ما حكينا قبل، إذا كان معاي رقم، يعني إذا حسبت التكامل طلع معاي رقم مباشرة كونفيرج. إذا حطاني أو حكالي يعني الشغل الثاني إيش؟ إذا طلع معي موجب مال نهائي أو سالب مال نهائي does not exact إيش بيكون عند الجواب؟ diverge. تمام؟ إذا هسا هون طلع عندي إيش؟ مال النهائي. إذا هذا السؤال convert، هو بيكون حكي لك بالسؤال determined إنه حدد إنه convert أو diverge. فهمتوا إيش الفكرة هون؟ تمام. هاي إذا كان عندي بس حد واحد. ثاني شغلة نشوف يعني هذا الاشي تكامل من سالب اثنين للثلاث لن واحد على اكس ديل اكس. بروح شو بعمل؟ بطلع هذا الاشي. اول اشي في حدود مال نهاية لا، او موجب مال نهاية او سالب مال نهاية لا. تمام. بطلع صفر المقام بصفره، في عندي مقام بصفره، عندي الاكس بتساوي صفر، الاكس ضمن الصفر مزبوط من سالب اثنين للثلاث اذا من ضمنهم الصفر. هسا بصير عندي هون ايش؟ فصل عند الصفر. اذا هذا التكامل ايش راح يصير عندي؟ من سالب اثنين لصفر واحد على اكس دي الاكس زائد تكامل من صفر لوين؟ للثلاث واحد على اكس دي الاكس. هسا طريقة الحل هنحكي كيف. زي ما حلينا قبل شوي، شو رحنا عملنا؟ اخذنا الليمت لوين؟ للي عامل اللي امبرابر. يعني هون ايش بده يصير؟ وين الامبرابر؟ عند الصفر. فالليمت لما اكس لما ال حتقول لوين؟ للصفر. تمام. بما انه صارت عند الصفر، وين بدي اعوض؟ تكامل سالب اثنين لوين؟ لعند ال واحد على اكس دي الاكس. تمام. هسه بضل احدد انه من اليمين من اليسار، حكيت لك من فوق ايش؟ خذها من اليسار. تمام. زائد التكامل طبعا ليمت لما ال حتقول للصفر من ال لوين؟ للثلاث واحد على اكس دي الاكس. ايش هسه بصير؟ عباره عن تكامل لن المقام مطلق من سالب اثنين لال ليمت لما اكس حتقول من صفر. حكينا ليمت طبعا لما ال حتقول للصفر من جهه وين؟ من جهه اليمين. هون من جهه اليمين لمين؟ لاكس من ال للثلاث. هون ال. تمام. هسا ايش بيجي؟ تعويض مباشر لان ال
ناقص لن الايش؟ لن لن الاثنين يعني لن الاثنين زائد. هسه بدي احكي لك شغله، هسه طلع عندي تكاملين واحد والثاني صح؟ حليت الاول طلع ما لا نهايه، يعني هسه هون راح تعوضها صفر راح تطلع ما لا نهايه، خلص ما في داعي تكمل لحد الثاني هذا، يعني لا تصير تشتغل انه بهاي الطريقه تحل هذا وتحل هذا، لا حل بس هذا، بس الجزء الاول جزء، حل جزء جزء، اذا طلع الاول دايفيرج فخلص اتركه، اذا يعني اترك السؤال وكلياته بيطلع دايفيرج، اذا طلعت وحده دايف يعني الاولى كونفيرج والثاني لازم تطلع الثانيه وتتاكد انها كونفيرج، يعني هسه هون طلعت ما لا نهايه حتطلع ايش؟ خلص مباشره دايفيرج السؤال. تمام زي هون هسه راح تحكي لن الثلاث لن الثلاث زائد ناقص لن ايش؟ لن الصفر وتساوي ما لا نهايه، هون ردت طلعت معي ما لا نهايه، فانه يعني على كل الاحوال راح تطلع ما لا نهايه. فحكيت لك انه زي اذا فصلت جزئين مباشره بتحسب وحده طلعت معك دايفرج لا تكمل على الثانيه خلص بتاخذ العلامه كامله، اذا طلع معك وحده كونفيرج لازم تكمل الثانيه وتتاكد انها ايش؟ كونفيرج.